ما على العبد إلا أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إذا عمل أعمال صالحات يحسن الظن أن الله بيقبلها، وأن الله سبحانه وتعالى ما وفقني للعلم إلا ويوفقني إن شاء الله للعمل، وما وفقني للعمل إلا وهو أراد أن يقبل مني العمل، ولا وفقني وأجر الدعاء على لساني إلا وهو يريد أن يقبل دعائي. هكذا ينبغي للعبد أن يحسن ظنه بمولاه ولا يسيء الظن بمولاه سبحانه وتعالى. لهذا نهانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول أحد أنا كل يوم أدعي ما استجيب لي، نهانا. أنا قال لا، انتبه، لا تقول هكذا دعوت الله فلم يستجب لي، لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أما بنجرب ما فينا ما يحصل نتيجة. هذا هكذا، هذا أذكار النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنفع من كذا وتحفظ من كذا، هذا باليقين إذا عملت بها خذها يقينا فتنتفع بها انتفاعا تاما. أما كما نعمل نحن هكذا للتجربة، بنجرب كذا وبنجرب كذا، لكن ما عندنا يقين تام، فلهذا كان التأثير قليل.